يا مساء الورد والهنا، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ النهارده انا رايحه احضر كورس. الكورس ده بناخده كل 3 سنين. الصحفيين اللي بيشتغلوا في مناطق النزاع خصوصا بياخدوا الكورس ده كل 3 سنين، اسمه Hostile Environment Course، وهو كورس بيتاخد للتعامل مع البيئات المعاديه للصحفيين في مناطق النزاع. كورس مفيد جدا، مهم خالص، في حاجات كتير ليها علاقة بالتعامل مع ضرب النار، مع الألغام، مع سيناريوهات الخطف والملاحقة، القتل، ايه تاني، طبعا إسعافات أولية كتير قوي لضرب النار والقطوع والجروح والحروق ومش عارفة ايه الكلام ده. المكان كمان اللي فيه الكورس لطيف قوي قوي، فهحاول اصور لكم من هناك، لكن مش مسموح لنا نصور من جوه الكورس. اللي بيدربوا الصحفيين في الكورس ده بيكونوا أصلهم قوات خاصة أو جيش أو طيران أو يعني أسلحة بحرية أو حاجات كده، فهو كورس مفيد جدا للصحفيين.